إذن هو يوم صعيدي بامتياز وبداية عام جديد 2023 وملامح تترسب من صعيد مصر ومن محافظة سوهاج. ينضم إلينا للمزيد من المتابعة عبر الهاتف الأستاذ محمد مخلوف الكاتب الصحفي بدار أخبار اليوم. أستاذ محمد، افتتاحات جديدة من صعيد مصر من محافظة سوهاج، كيف تابعت هذه الأحداث والإنجاز الذي تم على الأرض في مبادرات رئاسية لحياة كريمة وقرى الريف المصري؟ الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين، وبداية أنتهز هذه الفرصة لأقدم التهنئة لشعبنا العظيم بمناسبة العام الميلادي الجديد ولشركائنا في الوطن الأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد. بصفتي أحد أبناء الصعيد وطبعا أفتخر بده، ولي الشرف أن ابن قرية الرعينة الحاجر بمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج، فأرى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يقود ثورة تطوير في الصعيد. فبعد عقود من التهميش والإهمال، قامت الدولة ببث الروح في أرجاء الصعيد وجعلته يتنفس التنمية من خلال آلاف المشروعات الخدمية والتنموية. ساهمت هذه المشروعات في الحد من جرائم الثأر وفرض السيطرة الأمنية، وهو ما انعكس على حالة الاستقرار الأمني الذي أصبح ينعم به الصعيد، إضافة إلى النجاحات الأمنية الكبيرة في عهد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. فالدولة أنفقت أكثر من 1.5 تريليون جنيه خلال 8 سنوات الماضية لتنمية الجنوب، وإن لم يكن هناك إرادة سياسية حقيقية ودعم من رأس الدولة ما تحققت هذه المشروعات غير المسبوقة. عايز أقول لحضرتك أستاذة هبة، اليوم الصعيد فيه عيد ويولد من جديد في عهد الرئيس العادل المخلص لوطنه وشعبه الذي منح الجنوب حقوقه المسلوبة منه منذ عقود. يعني في رأيي أرى أن هذا الكم الهائل من المشروعات في الجنوب يعد بمثابة ترجمة عملية وحقيقية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. يعني يمكننا أن نقول أن دولة 30 يونيو نجحت في أن تقضي على الظلام في الجنوب لتضيء شمس التنمية المتمثلة في المشروعات مختلف محافظات الصعيد. نعم. يمكن عايز أنتهز هذه الفرصة وأشكر القيادة السياسية على اهتمامها بالجنوب وأنقل لها شكر وفرحة وترحيب أهلي وناسي في صعيد مصر بصفة عامة وأهلي وناسي السوهاجية بصفة خاصة. يمكن هنا عايز أخص بالشكر السيد الرئيس لدعمه لشباب بلدي من أبناء جامعة سوهاج، ويعني سيادته أول رئيس يؤمن ويدعم النماذج الشبابية، فحقا يستحق لقب راعي الشباب. نعم أستاذ محمد، يعني المجمعات الصناعية تم إلقاء الضوء عليها وبقوة فيما تقدمه للصناعات الصغيرة والمتوسطة وما يمكن أن يكون لها من أثر في رفع حياة المواطن بشكل عام وفي صعيد مصر بشكل خاص. كيف ترى الحرص من القيادة السياسية لترفيق هذه المجمعات الصناعية وتوفيرها في العديد من المحافظات والأماكن أيضا داخل المحافظة الواحدة؟ طبعا عايز اقول لحضرتك ده دور مهم وله دور كبير. المجمعات الصناعيه تسهم بشكل كبير في توفير مئات بل الاف فرص العمل لابنائنا في الجنوب. حضرتك كانت محافظه سوهاج او محافظات الصعيد عموما طارده للسكان، اصبحت الان بفضل المشروعات الجديده والتنميه التي تحدث والمجمعات الصناعيه التي يتم انشائها جاذبه للسكان ولابنائها بشكل خاص، وذلك أمر هام. عايز أقول لحضرتك المبادرة العظيمة مبادرة ابدأ، هدفها الأساسي هو مساعدة القطاع الخاص لتوطين الصناعة المصرية، ليس هذا فقط وإنما أيضا مساعدة أصحاب المصانع المتعثرة لتقليل الفجوة الاستيرادية وزيادة الصادرات المصرية. لحضرتك يعني لو اتكلمنا عن مبادرة ابدأ، هي كانت بناء على تكليف من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لخريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، لربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشري، يعني بما يضمن استدامة المبادرة. وطبعا انطلاقا من كون الصناعة المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية ونظرا لأهمية الصناعة في تحقيق الاستغلال الأمثل والأكثر كفاءة وفعالية للموارد، هنا كان دور المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية مبادرة ابدأ لدفع قطاع الصناعة في مصر إلى آفاق جديدة. نعم، محاور عدة يتم من خلالها تحقيق تنمية مستدامة
في كافة ربوع الوطن، سواء محاور تخص الحماية الاجتماعية منها ما يخص البنية الأساسية والبنية التحتية، شبكة الطرق والكباري، الربط بشكل متكامل ومتقاطع، كما وصف السيد الرئيس المشروعات المختلفة ومشروعات التنمية سواء في صعيد مصر أو حتى في الوجه البحري وليس في الوجه القبلي فقط. يعني برأيك كيف تشكل هذه المنظومة تنمية حقيقية يستطيع الاستفادة منها أجيال قادمة وليس الجيل الحالي فقط؟ يمكن هنا عايز أشير لنقطة مهمة جدا تحسب لدولة 30 يونيو لازم نوضحها، وإحنا بنتكلم عن حجم المشروعات في مصر بصفة عامة اللي اتعملت يعني، وخصوصا في محافظات الصعيد. لأول مرة في تاريخ مصر تدمج الدولة القطاع الخاص معها في تنفيذ المشروعات كشريك استراتيجي في هذا الحجم من الأعمال وعدد الشركات. احنا بنتكلم عن أكثر من 4500 شركة خاصة تقريبا شاركت في تنفيذ هذه المشروعات. طبعا ده ساهم في توفير آلاف بل ملايين فرص العمل لمختلف الفئات والتخصصات لأهلنا وناسنا سواء في الصعيد أو سواء في محافظات الوجه البحري أو في محافظات الدلتا أو في كمان سيناء الحبيبة. يعني كل ده لو اتكلمنا عن أهمية هذه المشروعات في الصعيد تحديدا بمناسبة افتتاح اليوم بمحافظة سوهاج، ده أدى المشروعات الجديدة ومشروعات التنمية ترتب عليها خفض في معدلات البطالة، وكل ده طبعا بيصب في صالح رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة. طبعا لو عايزين نوضح أكثر للسادة المشاهدين أن كل هذه المشروعات في الصعيد أدت إلى زيادة معدلات الاستثمارات العامة بنسبة 500% وزيادة في نسبة أو نمو الاستثمارات الخاصة تحديدا بنسبة تجاوزت 55%، كما انخفض معدل الفقر بنسبة تجاوز 3.8% في ريف الوجه القبلي. طبعا ده أدى وساهم بشكل كبير إلى خفض معدل البطالة ليصبح الآن 6.5% في الصعيد بدلا أو بعد أن كان قد تجاوز 13%. نعم، الخدمات الصحية والخدمات التعليمية في هذا الحدث الذي تبعناه منذ قليل من محافظة سوهاج، تحدث دولة رئيس الوزراء عن مد جسور للتواصل ما بين البر الغربي والبر الشرقي لنهر النيل، لأن هذا كان يشكل عائق بشكل كبير، وضرب مثلا بعملية التعليم وعدم استكمالها واقتصارها على مرحلة التعليم الأساسي فقط لمشقة الوصول لمرحلة فيما بعد عند البر المقابل. يعني برأيك كيف ترسمت هذه الحياة مرة أخرى؟ نتحدث عن هجرة داخلية تقل بنسب واضحة نتيجة عمليات التنمية والمشروعات التي تتم على الأرض في محافظاتها، وأيضا نتحدث عن خدمات تقدم بشكل متكامل كحد أدنى من حياة كريمة للمواطن. يعني عايز أقول لحضرتك في مشروعات كتير اتعملت في سوهاج تحديدا، لو اتكلمنا عنها كلها محتاجة برامج كتير ووقت كتير، لكن يعني علشان وقت البرنامج أو وقت التغطية الخاصة لحضرتك هتكلم عن أهمها وأبرز المشروعات اللي بتخدم أهالي القرى والفئات الأكثر احتياجا، منها سواء كان رصف طرق أو توصيل مرافق أو أحداث صحية أو تطوير مستشفيات أو مدارس أو مراكز شباب أو توصيل الغاز الطبيعي والصرف الصحي، تدعيم الكهرباء، تأهيل المنازل وحدات بيطرية إلى آخره. يعني محافظتي الغالية سوهاج وأهلها المعروف عنهم الشهامة والكرم وحب الوطن تحظى باهتمام كبير من الرئيس السيسي، فقد شرفت المحافظة بالزيارة الثانية للرئيس خلال عام واحد تقريبا، يعني لأن سيادته كان افتتح عام 2021 متحف سوهاج القومي والذي يعد من أكبر المتاحف القومية لما يحويه من قطع أثرية نادرة، ساهمت بشكل كبير في وضع المحافظة على الخريطة السياحية، وده طبعا له دور كبير في جذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد القومي والمساهمة في توفير فرص العمل. لو اتكلمنا عن الربط بين الشرق والغرب نتكلم عن حضرتك عن عدد كبير من المحاور والكباري تم عملها، مثلا في كوبري تم افتتاحه مؤخرا اسمه كوبري الثقافه بتكلفه 300 مليون جنيه، ده اتعمل لاستيعاب التوسعات العمرانيه وزياده الحركه المروريه، وده نجح في تخفيف الازدحام المروري، اتعمل بتكلفه تجاوزت 300 مليون جنيه. طبعا بنتكلم عن محور طمه او طمه العلوي، ده واقع على النيل شمال محافظه سوهاج تم افتتاحه، وده احد اهم المحاور العرضيه لانه بيربط بين الطريق الصحراوي الشرقي بالغربي على النيل بطول يتجاوز 21 كيلو بتكلفه كبيره.
طبعا ده بيساهم في تبادل حركة التجارة بين المحافظات وبين شرق وغرب النيل، ويقلل من الحوادث على الطرق السريعة إلى آخره. نعم، 25 محور عرضي كما تم ذكره، 22 من هذه المحاور فقط في محافظات الصعيد. إذن هي تنمية تحاول الإسراء بخطى ثابتة وأيضا واثقة من الحدوث على الأرض وتحقيق الحلم المصري بتوفير الحياة الكريمة. أشكرك جزيل الشكر، كنت معي عبر الهاتف الأستاذ محمد مخلوف الكاتب الصحفي بدار أخبار اليوم.